كلميني عن تجربتك مع المخرج الكبير يوسف شاهين. كانت أغنية لسه الأغاني ممكنة، ودي اللي رشحني ليها طبعا فيلم المصير. الكينج محمد منير هو اللي رشحني لشاهين، وهو اللي أخدني ليه، وشاهين شاف ورقي وعرف أنا بكتب إزاي ووافق على إن أكتب، وبدأت عملت كذا تجربة وكذا تصور يعني، لحد ما وصلنا للنسخة الأخيرة اللي هي لسه الأغاني ممكنة، والحمد لله وافق عليها وعجبت كمان الطويل جدا. بقت حكمة جداً. حياتنا يعني، أي حد عنده مشاكل يقول لك لسه الأغاني ممكنة. عندك اختلاف في آراء، لسه الأغاني ممكنة. يعني لله. هي بقت يعني مثل كبير يعني. الحمد لله الحمد لله، توفيق من ربنا، فضل ونعمة، الحمد لله. وجودك كمان إنه يعني كلماتك كانت بتروح لتترات مسلسلات كمان مهمة. يعني ليها معنى. بتتعاملي إزاي مع السيناريو ولا مع المخرج ولا الأبطال، ولا بتبقي مجرد بتكتبي تتر بس الحدوته كذا؟ لا، ما هو عشان تكتبي اي تتر لاي عمل درامي سواء كان فيلم او مسلسل، انت لازم تقري العمل، ولازم تاخدي فكره كويسه قوي عنه، ولازم تبقي عارفه الفكره الرئيسيه اللي هو بيدور حواليها ايه، ايه الرساله اللي عايز يقدمها، والغنوه بتبقى هي رساله العمل سواء كان فيلم او كان مسلسل.